مساء الخير على حضراتكم، برحب بكم في هذه النشرة الاقتصادية المفصلة التي تأتيكم من قناة النيل الأخبار، ونبدأها بأبرز العناوين. وزير البترول يبحث مع وفد شركة ميثانكس العالمية إنتاج الميثانول الأخضر في مصر. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي السعودي على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي. وأخيرا غاز بروم تعلن انتظام تزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا وتؤكد وجود زيادة حادة في الأسعار. إلى التفاصيل، حيث أكد وزير البترول كريم بدوي أن صناعة البتروكيماويات تأتي على رأس القطاعات الاقتصادية التي تحقق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للموارد البترولية وتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع وفد شركة ميثانكس العالمية، وذلك لبحث فرص إنتاج الميثانول الأخضر وتحقيق نجاحات مثل ما تحقق مع شركتي موبكو وسكيتك النرويجية في إنتاج الأمونيا الخضراء. من جانبه، أكد براد بويد نائب رئيس شركة ميثانكس العالمية أهمية الشراكة مع قطاع البترول المصري. أكد وزير البترول كريم بدوي أن الحقول المتقدمة في مصر لا تزال تتمتع بإمكانات واعدة يمكن استغلالها باستخدامات التكنولوجيات الحديثة والبيانات المتاحة من عمليات البحث السيزمي. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة الفرعونية للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023-2024. من جهتها، أعلنت شركة الفرعونية للبترول أنها تعمل جاهدة مع الشركاء للبدء في مشروع هارمتان ووضعه على خريطة الإنتاج خلال الفترة المقبلة. أكد وزير البترول كريم بدوي بما أن يتم من جهود على أرض الواقع في ميناء الحمراء البترولي من تطوير للبنية الأساسية وإضافة توسعات جديدة، حيث تم الإعلان عن إنشاء 6 مستودعات لتخزين وقود الطائرات والسولار بميناء الحمراء البترولي. وخلال الجمعية العامة لشركة بدر للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي، تم الإعلان عن بدء إنتاج 15 مليون قدم مكعب غاز يوميا من بئر جديد بالصحراء الغربية. وأكد الوزير على أن ما تحقق منذ إسناد المنطقة لشركة بترول الصحراء الغربية وابكو عام 2012 وحتى الآن هو قصة نجاح في التعامل مع الحقول القديمة والمتقادمة. أكد وزير التموين شريف فاروق أن هناك فرصا استثمارية كبيرة أمام المستثمرين اليابانيين في مجال الصوامع والتخزين والمستودعات الاستراتيجية العملاقة والمناطق اللوجستية والصناعات الغذائية. جاء ذلك خلال لقاء وزير التموين مع أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات. من جانبه، أشاد السفير الياباني بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التنمية الشاملة، مؤكدا اهتمام اليابان بالاستثمار في المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومشروعات الأمن الغذائي. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، والتي تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع جون هامفري المفاوض التجاري البريطاني لأفريقيا والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. هذا وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 2.8 مليار جنيه استرليني، كما بلغت الاستثمارات البريطانية التراكمية حتى يونيو الماضي 21.5 مليار دولار في عدد من القطاعات. أكد وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي ضرورة الاهتمام بتطوير السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة. وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير اليوم مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. استعرض الوزير مؤشرات الأداء وموقف المشروعات في العديد من القطاعات والصناعات، ومن بينها الأسمدة والكيماويات والتعدين وسير العمل بالمصانع والشركات ومعدلات الإنتاج والتصدير.
وصل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد رسمي لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل والصناعة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في أعمال البنية التحتية والطرق والكباري والمشروعات التنموية في المشروعات المختلفة بدولة العراق. من المقرر أن يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال زيارته كل من وزير النقل العراقي ووزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقي ووزير الصناعة والمعادن، بالإضافة إلى مقابلة رئيس هيئة الاستثمار العراقية. وجه وزير الإسكان شريف الشربيني بسرعة تنفيذ العمل بمشروعات المرافق والطرق والمشروعات التنموية بمناطق التوسعات بعدة مدن جديدة، ومنها القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، العبور الجديدة. وأكد الوزير أهمية تنوع الأنشطة بمناطق الامتداد بتلك المدن وتحقيق أعلى معدلات التنمية وتوفير الخدمات المناسبة والتخطيط الجيد لأعمال المرافق والطرق، وكذا دفع العمل بالمشروعات لسرعة تنمية تلك المناطق. تسلم وزير الموارد المائية والري هاني سويلم من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دكتور صالح الشيخ نتيجة المسابقة الخاصة ب 234 وظيفة مهندس المقبولين مبدئيا للتعيين بالوزارة. اتفق الجانبان على إجراء مسابقة تكميلية في شهر يناير 2025 لتلبية احتياجات الوزارة من المهندسين، حيث طلب الوزير دراسة رفع حد السن الأقصى إلى 35 عاما، وذلك لضمان دخول شريحة أكبر، وهو ما سيتم دراسته قبل الإعلان القادم. عقد البنك المركزي المصري بالتعاون مع فيزا الشركة الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول لتوعية العاملين بالبنوك المصرية والمؤسسات المالية بأحدث الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأنظمة المصرفية وكيفية التعامل معها. يهدف المنتدى إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة في القطاع المصرفي وفقا لأفضل الممارسات الدولية كركيزة رئيسية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق التعاملات في مستهل تعاملات الأسبوع وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو الشراء. بلغ رأس مال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 2.74 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية قد بلغت نحو 11.5 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق السندات وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.4 مليار جنيه. و44% ليبلغ مستوى 30273 نقطة. كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جي اكس 70 بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 7180 نقطة. وشملت الانخفاضات أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 10212 نقطة. وإلى خبر آخر، حيث وقع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء طارق الهوبي ورئيس غرفة صناعة الحبوب طارق حسنين بروتوكول تعاون بين الجانبين لضمان تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال الغذاء. بحث الجانبان سبل التعاون مع غرفة صناعة الحبوب خلال المرحلة المقبلة في توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين ومناقشة بعض المعوقات التي تواجه المستوردين في مجال الحبوب الغذائية والتي تم طرحها من قبل أعضاء مجلس إدارة الغرفة وتم تناول سبل حلها خلال اللقاء. أكد زراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للمزارعين من مستلزمات إنتاج ودعم فني، فضلا عن الإرشاد الزراعي والذي سيتم تكثيفه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. في
في قلب الريف المصري تمتد حقول الخصب وتتراقص النسمات العليلة، يقف الفلاح المصري شامخا كرمزا للصمود والعطاء على مدار آلاف السنين، كان العمود الفقري للاقتصاد المصري. وفي عيده 72 يأتي موسم جني القطن الذهب الأبيض والذي يعكس صمود الفلاح وجني لثمار حصاد موسم القطن. طبعا عارفين من قديم الزمن أن القطن المصري طويل التيلة ده الذهب الأبيض بتاع الفلاح، والارشاد صراحه ارشدنا عن القطن هنا، ويعني هو التوجهات منه، وصراحه مبسوطين بجني القطن هنا. الله اكبر. الدعم بيقدم الفلاح من مجموعه من المحاور، من ضمنها السلف الزراعيه اللي بيقدمها البنك الزراعي بفائده 5%، من ضمنها الاسمده المدعمه اللي بتقدمها الدوله للفلاحين بسعر مدعم، من ضمنها الارشاد الزراعي، من ضمنها البذور المحسنه والمنتقاء. برضو بنهني النهارده محافظه المنوفيه ببدايه موسم القطن، وربنا يوفق كل المزارعين يا رب. بنشكر وزير الزراعه على كل الدور اللي بيقوم بيه وعلى تعاونه مع محافظه المنوفيه في سواء في مشروعات ذات نفع عام او حل مشاكل المزارعين بصفه عامه. عرف القطن المصري بجودته الفائقه ونعومته التي جعلت منه كنزا وطنيا يجب الحفاظ عليه وتطويره واستثماره ليعود الذهب الابيض الى مكانته المرموقه في الاسواق العالميه. شفنا ان في توسعات افقيه تمت، مساحه الارض الزراعيه وصلت لحوالي 10 مليون فدان. شفنا ازاي بنقدر نتوسع رأسيا من خلال زيادة الانتاجية واستنباط اصناف جديدة عالية الانتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية وللملوحة. الدولة عازمة ان هي ترجع الزراعة ان هي تكون اساس الاقتصاد في مصر ان شاء الله في القادم يعني. واطمأن الوزير على توفر السماد وادوات الزراعة اللازمة للفلاحة خلال الجمعيات الزراعية، وعقب ذلك قام الوزير بتسليم عقود الاصلاح الزراعي للفلاحين في عيدهم واعطائهم بعض الادوات الحديثة اللازمة للزراعة. القيادة السياسية عاملة تطور جامد جدا في النشاط الزراعي او في القطاع الزراعي واستثمار زراعي، وبتدعم المستثمرين والمزارعين، وفي نفس الوقت احنا بنهدف في نفس الوقت ان احنا نزود انتاجيه الارض القديمه بالتزامن مع التوسع الافقي الموجود، بالتزامن مع ندره الميه والتغيرات المناخيه. كل دوت بيحتاج تقنيات حديثه. الهيئه الزراعيه فوق الممتاز. عقودات دي كنا من سنين عايزين نمسكوها في دينا مش عارفين. بفضل سيادة الرئيس والجهود الذاتية بتاعت الناس المحترمين أهل الهيئة سلمونا العقودات. القطن المصري ليس مجرد محصول زراعي، بل هو جزء لا يتجزأ من هوية مصر وتراثها من خلال الحفاظ على جودته وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية والاستفادة من هذا الكنز الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. من محافظة المنوفية، سيد زيد، قناة النيل للأخبار. أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة العجز في الميزان التجاري قد بلغت 2.87 مليون دولار خلال شهر يونيو 2024 مقابل 3.2 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 5.1%. أوضح الجهاز أن قيمة الصادرات قد انخفضت بنسبة 1.6%، حيث بلغت 3.13 مليار دولار خلال شهر يونيو 2024، وذلك مقابل 3.18 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مرجعا ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الأسمدة والبترول الخام. أكد اتحاد الصناعات أن منصة مصر الصناعية الرقمية تعمل على دعم تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر. وأوضح الاتحاد أن المنصة لها دور فعال في زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز توطين الصناعات المحلية وتعظيم قيمتها المضافة، كما أنها تسهم في القضاء على البيروقراطية وتسهل الإجراءات وتسهل أيضا حصول المستثمرين على مختلف الخدمات إلكترونيا. كما أشار اتحاد الصناعات إلى أن المنصة تساعد في تنفيذ كل الإجراءات بدءا من حجز الأرض إلى إنجاز الرخص والموافقات كلها من مكان واحد. أظهرت تقديرات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة قد انخفض بنسبة 3.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام. كانت وزارة المالية السعودية قد ذكرت أن المملكة قد سجلت عجزا في الميزانية بنحو 3.30 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، وذلك بعد انخفاض عوائد النفط وزيادة الإنفاق مما أثر على الاقتصاد. تحتاج المملكة إلى إنفاق مئات المليارات من الدولارات لتمويل مشروعات ضخمة تهدف من خلالها لتنويع مصادر الاقتصاد.
أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها تزود أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بمعدل 42.1 مليون متر مكعب يوميا عبر محطة صودغا لضخ الغاز في منطقة كورسك الروسية. أضافت الشركة أن الأحداث في منطقة صودغا ومواصلة العمليات العسكرية قد أدت بالفعل إلى زيادة حادة في أسعار الغاز الطبيعي والمسال. هذا ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لتزويد الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا. وصلنا إلى ختام نشرتنا الاقتصادية المفصلة، وإليكم تذكير بأبرز العناوين. وزير البترول يبحث مع وفد شركة ميثانكس العالمية إنتاج الميثانول الأخضر في مصر. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي السعودي على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي. وأخيرا غازبروم تعلن انتظام تزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا وتؤكد وجود زيادة حادة في الأسعار. بشكر حضراتكم على كرم المتابعة، ولمزيد من الأخبار الاقتصادية زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.